ديرافيشيا، مدفع روسي مضاد للطائرات ذات الحركة، دخل الخدمة عام 2020. الوزن 18 طن، الطاقم 3. التسليح مدفع مضاد للطائرات عيار 57 ملم مع 148 قذيفة، رشاش عيار 7.62 ملم. المدى الأقصى للمدفع 6 كيلومترات، أقصى ارتفاع للهدف 4.5 كيلومتر. معدل إطلاق النار 120 قذيفة في الدقيقة. السرعة القصوى للمركبة 70 كيلومتر في الساعة على الطرق المعبدة، 10 كيلومترات في الساعة داخل الماء. مداها العملياتي 600 كيلومتر.